إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. نترحم على شهداء الثورة المجيدة وعلى شهداء الوطن في كل السنوات السابقة حتى آخر شهيد سقط وهو ينادي بالحرية والسلام والعدالة، ونتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل، وللمفقودين العودة السالم الغانم إلى ذويهم إن شاء الله رب العالمين. مساء الخير يا شباب، إن شاء الله كلكم بخير كده، الله يديكم العافية. والأحداث كثيرة الليلة طبعا. أول حاجة في البدء، يعني في مقدمة بسيطة قبل ما نبدأ اللايف نفسه، على بال ما زيتكم على مال ما شيركم زاد. أول حاجة احنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، السراج المنير، شفيع الأمة. وحقيقة الحصل من الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي وما بيحدث هناك شيء محزن جدا لكل إنسان مسلم أكيد. لكن حقيقة أنا في رأيي الشخصي إنه أنا بدعو له ربنا سبحانه وتعالى، وإنتوا إن شاء الله كلكم أدعو إنه ربنا يهديه لنور الإيمان ونور الإسلام، عشان هو نفسه يذوق حلاوة الإيمان وحلاوة حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ضد إنه طبعا ندعي على ناس بالدمار، وضد ندعو على ناس بالشتات، وضد الحاجات دي كلها. أنا مع خلق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي آذوه كفار مكة وتم إيذاؤه في 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 الطائف وفي مناطق كثيرة، وكان ممكن بدعوة بسيطة منه ربنا يطبق السماء والأرض على المشركين وعلى الكفار. لكن بدلا عن ذلك لأخلاقه الحميدة دعا لهم بالهداية ودعا لهم بالإيمان، وقال إنه يتركوهم عسى يعني يأتي منهم يعني قوم مؤمنين فعلا. وده الحصل، ده الشيء اللي نشر الإسلام، الأخلاق الحميدة وحب الخير للغير. والله العظيم أنا يعني رغم حزني وغضبي الشديد، لكن دعيت دعوة صادقة من قلبي، دعوة صادقة من قلبي إنه ماكرون ده اللي هو حاليا بيتكلم كده إنه بس ربنا يهديه للإسلام ده وإنه يسلم، لأنه حاجة عظيمة يمكن هو ما يجربها، لازم يجربها، لازم يذوق حلاوة الإيمان والإسلام وذوق الراحة بتاعت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان غيره تانين يتعظوا لما هو نفسه يحكي لهم بالإحساس الجميل اللي هم ما جربوه ولا حسوه قبل كده. فأنا أسأل أي مسلم يدعي له بس بالهداية والإيمان. أنا أسأل ربنا سبحانه وتعالى في وقت قريب جدا إنه الراجل ده يبقى مسلم، ربنا يهديه للإسلام إن شاء الله. وبالنسبة طبعا للموقف بتاع العالم الإسلامي عموما، طبعا الشعوب هي اللي كانت أكثر غضبا أكثر من الحكومات، لأن الحكومات دائما عندها معاملات بصورة دبلوماسية معينة أو بتحاول تحل المشاكل بصورة معينة. مع أن أعتقد لو كان في وقفة قوية من العالم الإسلامي أجمع، من حكومات الإسلامية أجمع، موقف قوي بمقاطعة فعلا المنتجات بصورة قوية، وبطرد السفراء من الدول كلها الإسلامية، السفراء الفرنسيين، أعتقد كان دي حتكون عظة وعبرة لأي دولة أخرى. معليش سوري، مالو يا كريم؟ شوفوا مالو، كان حتكون عظة وعبرة لأي مسؤول في دولة أو أي مواطن في دولة أخرى، حيعرف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر لدى المسلمين في شتى بقاع العالم. لكن زي ما قلت أنا في لايف سابق، يبقى إنه إحنا ضعفنا
وتشتتنا وعدم توحدنا. ده كله بدي الآخرين يعني قوة في إنهم يتمادوا في طغيان علينا ويتمادوا في الإساءة إلينا. لكن أنا بسأل رب العالمين إنه أي إساءة قدمت لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا هو منزه عن الإساءات دي كلها، إنها ترتد لهم هم في صورة بتاعة يعني إيمان، وإنه ربنا يشرح صدرهم لدين الإسلام ويذوق حلاوة نعمة الإيمان دي معانا إن شاء الله. طيب صراحة أنا ليلة موضوعي طبعا الكاتب أول أنا النقاط اللي خدتيها جاء لخبطة لنا خطاب رئيس مجلس السيادة البرهان، لكن أنا هحاول أدخل بسيط من الكلام اللي قاله، لأنه أنا بس سمحته قبل شوي يعني في تسجيل قبل شوي سمحته، فبدخل بعض النقاط البسيطة نتكلم عنها. بداية أنا قلل الكلام ما فيه الطابع السياسي الكبير، الكلام فيه طابع سياسي خليط ببعض المفاهيم المفروض تكون موجودة. قلل الحضور ضعيف والشير ضعيف بتاعكم، زيدوا الشير بتاعكم إن شاء الله. النقطة الأولى كانت في اللايف ده إنه احذروا لصوص الفرح وسارقي الابتسامة بائعي الإحباط والكآبة. نحن منذ أن بدأت الثورة بتاعتنا المجيدة دي وظهروا ناس كثيرين جدا في الساحة السياسية ولقوا بيئة خصبة مفتوحة قدامهم وتمثلت في السوشيال ميديا، وبقى كل إنسان بيقدر يوصل صوته لشريحة كبيرة جدا من شرائح المجتمع، سواء صوته صورة وصوت، سواء صوت سواء مكتوبة عبر السوشيال ميديا. يعني بيقول الناس ما محتاجين لمنابر إعلامية بالمفهوم القديم عشان يفكروا يوصلوا أي أفكار أو أي رؤى أو يبثوا أي إشاعات أو يسمموا الأجواء أو كده، بقت الأمور أوبن. فللأسف الشديد إحنا، وده شيء أنا ملاحظ له، أنا بعمل مرات يعني بنزل منشورات في صفحتي أنا أكون قاصد أقيس بيها الرأي العام بتاع الناس المتابعين الصفحة أو التفكير حتى بتاع ناس من صفحات تانية، لما الناس تعمل شير في ناس تانين بيعلقوا، بحاول بشوف الأثر النفسي للأخبار دي على شرائح مختلفة من المجتمع السوداني كيف. من الثورة دي انبرى يعني شباب كتار جدا، نفر من الشباب، ودخلوا في السوشيال ميديا وبدوا يتكلموا في لايفات وفي حاجات كثيرة. وطبعا المشكلة الكبيرة انه جزء كبير جدا، نسبة كبيرة من الشباب ديلا اخذوا السوشيال ميديا كبوابة، جزء منهم اخذوا كبوابة للارتزاق، بوابة لتمرير اجندات لجهات معينة بغيرها، وبالتالي هم بث سموم لدى كثير جدا من افراد الشعب السوداني. في ناس ما متابعين اصلا الاخبار بدقة وما عندهم المقدرة على تحليل، وانا بعد شوية ححلل لكم كلام بالمناسبة، زيدوا الشير، انا ححلل لكم نقطة من خطاب البرهان عشان اوريكم اللعبة السياسية الكبيرة بتتلعب كيف. اتمنى لحد الوقت داك شيركم يكون فل، عاوز الناس تسمعها لانه حاجة مهمة جدا. طيب الشباب ده العمل شنو؟ بيقوا يتكلموا في حاجات فيما ليس لهم به علم، المهم اي موضوع هم عاوزين يخشوا يتكلموا فيه. وانا حاضرب امثله بالمناسبه بالاشياء الناس اللي تكلموا فيها وما عندهم باعلم مما اثر على مفاهيم بتاعت ناس تارين وادت لضرر حتى في حياتهم. يعني اديكم مثال بسيط، ايام الكورونا فيروس في ناس طلعوا في اللايفات وقالوا ما في حاجه اسمها كورونا، بل في من قال انا قمت قريت بحوث باللغه الانجليزيه والفرنسيه والصينيه ولقيت ما في حاجه اسمها كورونا. زي ده ممكن يتلقف كلامه ده إنسان عادي بسيط فعلا ما فاهم كورونا يعني شنو، وتاني مهما سمع من الناس إنه في حاجة اسمها كورونا حيكون هو خلاص المفهوم ده يعني ثبت عنده إنه فعلا ما في حاجة اسمها كورونا. فبالتالي هم ضروا الشخص ده وضروا المجتمع اللي حوله، اللي هو ممكن الشخص ده ينقل لهم الكورونا ويوزعها. وبالمناسبة قبل ما أواصل، الموجة الجديدة بتاعت الكورونا بدت، العالم تاني حيرجع في الشهر الجاي منتصف الشهر القادم، المطارات هتتقفل تاني في عدد من الدول. دي بس معلومة عاوز أقولها لكم لأنه رجعت بصورة قوية نتيجة أنه فكوا في دول كثيرة الاحترازات اللي كانت قوية اللي كانت موجودة. طيب الشباب ده فهموا المعارضة بمفهوم خاطئ. المعارضة ما أنك أنت أي حاجة قدامك، أي قرار حتى لو كان سليم لو كان صحيح، أي حدث جميل
انك لبس انت تعارضه عشان انت بتكره الجهه طلعت القرار ده او الجهه اللي قامت بالحدث ده. وده فعلا اتدخل كثيرين جدا من الشباب السوداني والشابات السودانيات بمختلف الاجيال بالمناسبه، دخل جزء كبير جدا منهم في احباط، وبقوا ما في خبر بيفرحهم او بيسعدهم بسهوله. لانه احنا بعد الثوره دي عندنا كانت توقعات صح كثيره، كان عندنا امال عريضه كثيره، لكن واقع الحال والجو الجيوسياسي في المنطقه كلها وفي العالم كله اصبح متغير. واول متغير حصل لنا بعد ثورتنا دي وكان قوي وهز العالم كله معانا موضوع الكورونا ده نفسه. عندك قطع في اللايف، معلش معلش يا ام خالد سامحينا والله، يمكن يكون الشبكه شويه كعبه عندكم ولا عندنا ما معروف والله. فكل ما تحصل حاجه جميله، وانا حاضرب امثله بقى كلها، بيقوموا الناس اللي بيطلعوا بيمغسوا الناس وبيصيبوا الناس بالاحباط وبيصيبوا الناس بالكآفه، بيتبعوا فقط التحليل السيء وبيتبعوا فقط السلبيات. وانت عشان تخلق حاله في الوطن لدى الشعب ولدى المجتمع العايش فيه حاله ايجابيه، تفاءلوا خيرا تجدوه عند الله، الناس تكون متفائله وتخلق حاله ايجابيه وتدعم النواحي الايجابيه وتخليها ظاهره لاعين الناس عشان يحسوا انه فعلا في تغيير بيحصل، والطريق للتغيير طويل ومحتاج له صبر طبعا، ما بين يوم ليله وبيحصل. بدت عندكم صح الموجه الثانيه بدت، وانا البشاره لكم في السودان في الموجه الثانيه ما حقولها، لكن في السودان منتشر يعني، بس ما في فحص قاعد يتم على طول، الناس بقت تعتبرها نزله وملاريا وامورهم بقت ماشيه. طيب الشباب ده انا بعتبرهم جزء منهم فعلا مدفوع له القيمه ارزاقيه، وجزء منهم مراهقين بتاع سياسه، لانه انت ممكن تتكلم في سياسه بتاع الدوله في الوضع بتاع السودان ده بالاسلوب والصوره اللي انا بسمعها في اللايفات بتاعت كتمت ورقصات معاها ونطيط، وما ممكن تراهن على احداث سياسيه عظيمه بتسعد الشعب السوداني اللي انتظره اكثر من 25 سنه بانك تراهن عليها بشنبك، ولما نجي في حلاقه الشنب تنط مثلا من الحلاقه، دي من الحاجات اللي اقولها. وما ممكن انت تشيل فرحه الشعب السوداني العظيم ده كله بموضوع بدايه الخطوات السليمه لرفعه من قائمه الدول الراعيه للارهاب، وطواري تحاول تزيل الفرحه دي كلها وتمسك في الموضوع بتاع التطبيع مع 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 اسرائيل وتنسي الناس الحاجه الجميله المفروض يفرحوا بها. تطبيع مع اسرائيل ده بعدين عندي فيه كلمه بسيطه مع خطاب البرهان، وفي اللي انا عاوز اقول لكم انه حتى لو تم تطبيع مع اسرائيل نتيجه مصلحه في انه ازالتنا من القائمه دي، يكون في ضغط من اللوبي الصهيوني، يكون في اي حاجه تمشيها، اوكي ما في مشكله، ممكن في اي يوم الناس تتفكى من موضوع التطبيع ده. لكن عاوز اوريكم اللعبه اللي عملها البرهان نفسه وعملها العسكر عشان يحسس انه عندهم بصمه في ازاله السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. هحكي لكم بعد شويه القصه دي، تحليل بس للخطاب بتاعه ده نفسه. طيب الحاجه اللي حصلت، الشباب ديل شاركوا في نشر الاشاعات وفي نشر الافكار السالبه، بل ومهدوا للعنصريه نفسها في لايفات كثيره بتطلع في السوشيال ميديا عباره فقط عن عنصريه وتلاسن وتراشق ما بين مكونات مختلفه للمجتمع، سواء قبليه سواء اثنيه. ديل برضه سببوا ضرر كبير جدا للمستمع العادي اللي ما عنده علاقه بالعنصريه ولا بالمفاهيم السلبيه الحاصله دي. الشباب ديل استغلوا عدم ثقه المواطن السوداني اصلا يعني الثقه ضاعت اثناء او ابان الحكم البائد في المسؤولين في الدوله، فبقوا يهزوا حاليا في صوره المسؤولين الموجودين في حكومه التغيير امام اعين المواطن السوداني. اصلا قلت لكم ما زال الشكك ده موجود تجاه المسؤولين دي الموجود، بدل ما انه يعني يحاولوا يقربوا الهوة الموجودة، يحاولوا يظهروا إنجازات المسؤول ده. شوفوا المسؤولين ما بأثروا بالمناسبة على المصالح بتاعت سواء الناس من النظام السابق أو منتفعين من النظام السابق، ما بيجيبوا سيرتهم. يعني انت في وزراء أساميهم ما بتعرفوها لأنه ما عندهم تأثير كبير على المصالح بتاعت الناس دي، لكن حتسمعوا أسماء وزراء ويطلعوا فيهم فبركات وحاجات على حسب المصالح اللي بيضربوها الوزراء ديلا واللي بتخص النظام البائد او المتنفعين من النظام البائد او حتى الراسماليه الطفيليه والحاجات زي دي الموجوده عندنا في السودان. فهمهم للسياسه، انا بقول لكم مراهقين سياسيين ليه؟ فهمهم للسياسه انه السياسه دي كانها سب، كانها شتم، كانها يعني
لما تسب مسؤول ولا تسب ليك رئيس حزب ولا رئيس وزراء ولا رئيس مجلس، سب ألفاظ نابية بصورة غير لائقة، حتى ما في احتشام واحترام للمشاهد والمستمع، أضيع ماله ووقته عشان يقدر يسمع كلامك ده ويطلع منه بمعلومة مفيدة. انت كيف قاعد عامل اللايف حقك كله او المنشور اللي انت خاتيه كله عبارة عن سب وقذف؟ السياسة ما كده، السياسة دي فن المستحيل. السياسة دي كيف انك تحلل الاوضاع بصورة واضحة وصادقة عشان انت تضيف معلومة جديدة لدى انسان ما متابع او ما عنده الملكة بتاعت انه مثلا يحلل الاحداث دي بصورة مثلا تكون واضحة بالنسبة له او يفهمها او كده. طيب يعني اللايفات كلها بصراحة، يعني أنا بحب براد بسمع لايفات شغالة، بحب أسمعها. أنا في لايف جميل لقيته حق شاب حأشاركه لكم في صفحتي، شاب عجبني، وفي واحدة سودانية برضو ما بتذكر اسمها عندها لايف برضو جميل حأشاركه لكم في الصفحة. أما الباقيين كلهم من أخش لحد ما أطلع بلقى ناس بنططوا أيوة زيدوا يا شباب ال 400 زيدوا الشير. أنا هحلل بعد شوية نقطة مهمة عاوزكم تسمعوها وعاوز اصحابكم يسمعوها، عن خطاب البرهان وعن لعبه كبيره احيكت وحاليا احنا متورطين فيها، عشان كده زيدوا الشير ده لحد ما اصليها. طيب هل لما انا يكون عندي مثلا طموح سياسي في البلد، عاوز في يوم من الايام ابقى رئيس وزراء، عاوز ابقى وزير، رئيس حزب، عندي طموح سياسي، هل المجتمع السوداني حيتقبلني كواجهه سياسيه بمثل الدوله السودانيه او بمثل مؤسسات الدوله السودانيه وانا بتكلم بكل البجاحه دي وبكل الالفاظ النابيه دي وبكل الغباء اللي بتكلم به ده وبحلل المواقف بصوره يعني 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 الطفل بحلل احسن مني وبراهن بشنبي على الموقف ده انه ما بيحصل مع انه في مصلحه الوطن، مع انه انا المفروض ادعمه انه يحصل؟ هل ديل هم فعلا عندهم طموح سياسي في 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 الدوله السودانيه؟ هل هو ده الجيل اللي احنا بنحلم انه يشيل الرايه تحت السياسه للامام؟ لا، هم ديل ببساطة شديدة خدعوهم ومشوهم في طريق انهم بيدمروا مستقبلهم، سواء مستقبل سياسي او مستقبل في المجتمع اللي هم عايشين فيه ويكونوا كاعلام موجودين، فهم بيكسروا كل انجاز كان ممكن يعملوه بالطريقة دي. المشكلة في الموضوع ده كله كيف؟ المشكلة في الموضوع ده كله انهم عملوا حالة بتاعة احباط لكثير من الناس، فعلا سرقوا الفرحة من شفاههم، فعلا يعني باعوا لهم الاحباط. واحنا ما عاوزين الشعب السوداني ده يحبط، عاوزين الشعب السوداني دائما اي حاجه تحصل جميله انه يكون في قمه السعاده والفرح بتاعه فيها، فما تدوم فرصه انه يسرقوا الفرحه بتاعتكم، ما تدوم فرصه انه يسرقوا السعاده بتاعتكم، ما تشتروا منهم الاحباط والكآبه، وزي ما قلت لكم تفاءلوا خيرا تجدوه عند الله. نجي بعد ذاك نشوف موضوع الدكتور حمدوك. دكتور حمدوك وسياسة البناء على أسس سليمة تضمن الاستمرارية والتقدم. أنا ليه عاوز أتكلم عن الموضوع ده الليلة بالذات؟ وأعلنت له قبل كم يوم لكن لأسباب صحية ما قدرت أتكلمت عنه، ما قدرت طلعت في الوقت نفسه. طيب لما حصلت الثورة بتاعتنا دي وتوقعت الوثيقة الدستورية وكل الاتفاقات ورشحوا مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، الإجماع القوي كان من قوى الحرية والتغيير ومن حتى العسكر الطرف الثاني في الاتفاقية دي، الإجماع كان قوي جدا على تعيين الدكتور حمدوك في منصب رئيس الوزراء. الشعب السوداني نفسه في بنسبة كبيرة جدا كله حتى الناس الحالية بيسبوا في دكتور حمدوك وبيدعدوا عليه لفظيا وأي حاجة، ديل كلهم في البداية الناس كلها كانت واقفة في صف دكتور حمدوك، لانه دكتور حمدوك لما جاء كانسان خبير في مجال معين، كانسان ما عنده ايديولوجيه فكريه، حتى ماضيه السياسي القديمه اللي انقطع من سنه 90 يعتبر انتهى ويتمسح. لما جاء بصفته خبير دولي من احدى المنظمات الكبيره الدوليه عشان يقود دفه السودان في اصلاحات، عاوز انسان عنده علاقات قويه مع المنظمات الدوليه عشان تساعده في انه يقدر يدخل مره ثانيه في دول العالم ومنظماتها ونستفيد منها ومن دعمها عشان فعلا نأسس لمرحلة جديدة في بناء الوطن اللي اسمه السودان. لما دكتور حمدوك استلم المنصب ده هو تفاجأ، طبعا هو تفاجأ بحاجات كثيرة، تفاجأ انه مثلا الوثيقة الدستورية فيها بعض البنود بتكبر الحركة بتاعته شوية، وجد امامه
أسوأ يعني ظروف في دولة ممكن إنسان يتمنى أو يفكر إنه يمسك فيها الحكم. وجد السودان بلد فقير، مؤسسات مدمرة، تشوه اقتصادي، عسكر متربصين زي ما قالوا بالدولة نفسها السودانية، الحرب لسه في موضوع سلام مفروض يشتغل، في حرب في السودان موجودة، في دولة عميقة أو في تمكين ما زال موجود في مؤسسات الدولة، كل حاجة سيئة ممكن الإنسان يتخيلها في راسه لقاها موجودة في الدولة السودانية. طيب إنسان زي ده عشان، وأنا من زمان لما بقول بدعم حمدوك، بدعم حمدوك ليه؟ وقاعد أقول بصراحة ما ده سامي الإنسان، بدعم حمدوك إحنا ناس اشتغلنا في منظمات وفي جهات في العالم تعتبر جهات عندها وضعها، عارفين نقيس الأولويات كيف. أنا عارف أقيس الأولويات كيف، يعني بتكون عندك مشاكل كثيرة حولك، ما لو حاولت تحل المشاكل دي كلها في وقت واحد حتفشل، لكن لو وضحت أولويات، الأولويات مبنية على شنو؟ الأولويات دي مبنية عن إنه في مشاكل معينة لو حليتها أوتوماتيكلي حتحل لك مشاكل معاها أخرى، أو حتمهد لك الطريق إنك تحل مشاكل أخرى. وبعدين برضو من المشاكل اللي كان بواجهها دكتور عبد الله حمدوك ده الثوار نفسهم يا جماعة، هم كانوا جزء من المشكلة، الثوار نفسهم لأنه ورث مشكلة جاتوا من الفترة اللي كانوا ماسكين فيها ناس المجلس العسكري، اللي هي مشكلة الفض بتاع الاعتصام. فض الاعتصام خلف شهداء كثيرين، فالضغط الدائما حاصل اللي هو الموضوع بتاع القصاص لدم الشهيد، وده موضوع طبعا معقد وصعب في الفترة الحالية. وأنا زمان قلت لكم في لايف، قلت لكم الموضوع ده هو عنده وقت بيجي فيه وبتحلى بعد نصحح القضاء بتاعنا، بعد نعيد هيكلة القضاء، نخليه فعلا قضاء يعني مستقل تماما. في ظروف كثيرة لما تجي بعد ذاك الناس بتقدر تجيب حق الشهداء ديل، لكن الضغط متواصل برضه وموجود عليه الضغط الحاصل ده. الحاضنة السياسية نفسها قوى الحرية والتغيير في الفترة اللي جه فيها دكتور عبد الله حمدوك كان اوريدي طلعت منها الحركات المسلحة برا، كان في مشاكل مع حزب الأمة، مشاكل وين كان برضه فيها يعني نوع من التفكك أو نوع من الشد والجذب نتيجة لتعدد واختلاف الأيديولوجيات الفكرية الموجودة داخل التنظيمات في قوى الحرية والتغيير. إذن كأنك جبت إنسان أخرجته من النعيم وخدته في وسط الجحيم، والإنسان ده لقى نفسه فجأة أمام مسؤولية قدام شعب كامل وثق فيه وكله قبله وكله حباه وكله آمن بأنه الشخص ده ممكن هو اللي يقود السودان لبر الأمان، واللي يخرج الفترة الانتقالية دي بسلام ويتحصل فيها إصلاحات ونتحصل على مكاسب معينة من الصعب كان نتحصل عليها. ولسه زيدوا شيركم الموضوع بتاع البرهان ده في نقطة مهمة أنا ما حنسى إن شاء الله. طيب أولويتين في السودان كانوا شنو يعني؟ يعني في محورين أساسيات، كل محور بتكون من نقطتين، دي مشاكل السودان كانت. أول حاجة القطيعة الخارجية اللي فيها مشاكل اقتصادية وكده في القطيعة الخارجية دي نفسها، ومعها طوالي الحرب، موضوع الحرب والسلام، لازم يحصل سلام، لازم دي من أولويات أساسا التغيير بتاعنا إنه يحصل سلام. المحور الثاني فيه إزالة التمكين، عشان مؤسسة الدولة تقدر تمشي لازم تزيل التمكين بتاع الدولة أصلا أنت انقلبت عليها أو شلتها برا نظام الحكم، ويصلح التشوهات الاقتصادية. طيب عشان يحصل الكلام ده كله يقدر يتحرك في المحورين الأساسيات دل في الأول، لأنه دل بيحلوا مشاكل المعيشة بعد ذاك وتوفر المواد والسلع، تصلحات السياسية دي الاقتصادية دي كثيرة جدا طبعا. عشان يقدر يتحرك في المحاور دي كان لازم يعمل في طريق انه يزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، على اساس انه يحصل انفراج اقتصادي والحصار الاقتصادي بالكامل يتفك عنه، ويبقى السودان فعلا دولة داخلة في كل العمليات المصرفية العالمية بسلام وبأمان ومقبولة في اي دولة، وانه الدول الثانية تتعامل معانا من غير خوف انه تقع عليها عقوبات من الجانب الامريكي برضو. وهنا بنقدر بعد ده حتى احنا الاستيراد والتصدير بتاعنا بيكون مباشر عن طريق المعاملات البنكية والتحويلات البنكية اللي هي من البنوك السودانية، ويعني مننا للخارج ومن الخارج للسودان، بدل ما كانت بتتم كلها عن طريق سماسرة في دول اخرى بياخذوا كوميشن.
بياخذوا عمولات في بضائعنا المصدره وفي احتياجاتنا المستورده، لان ما بتجينا بصوره دايركت، حتى اموالنا بياخذوا فيها بالمناسبه عمولات كانوا. فعشان كده احنا كنا عشان نعمل الاصلاح، اصلاح اقتصادي في الشركات الحكوميه برضو الخارجه عن ولايه المال العام، طرق التعامل قلنا مع التحولات الخارجيه والاستغلال بتاع الدول دي كانت كلها مؤثره علينا. يلا انا جايكم للنقطه هنا المهمه، النقطه دي مهمه جدا جدا، دار اوضح لكم ليه في الاخر زنقونا معلش زي الضف في الجحر في موضوع الرفع من قائمه الدول الراعي للارهاب تزامنا مع التطبيع مع اسرائيل. اقول لكم الموضوع ده حصل كيف. طيب لما حمدوك اتحرك في الملف ده، ولو لاحظتوا بدل البرهان قال انا مشيت اللقاء الاول مع نتنياهو في اوغندا من نفسي براي، صح؟ قال الكلام، زيدوا الشير ولا نقطة مهمة، قال مشيت براي، يعني هو قام بالخطوة دي براه ما ناكرة. بعد ذاك قال الشاورته وبعد ذاك، لكن الخطوة دي قال اتخذناها لوحدنا. وفي كلامه قال لنا 7 سنة شغالين في الموضوع ده بتاع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الحصل شنو؟ لما العسكر لقوا إنه حمدوك مقبول لدى المنظمات العالمية ومقبول لدى الإدارة الأمريكية ولدى الدول الأوروبية وانه حيقدر يتحرك في الملف ده، عنده 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 مستشارين ممتازين، انسان هو متمكن، عارف القوانين الدوليه، اموره طيبه، وبدا يمشي في الموضوع ده. العسكر ما عاوزين المدنيين يعملوا اي انجاز وينجحوا فيه لوحدهم من غير ما العسكر يدخلوا زي ما بيقولوا عودهم فيه. طوالي هو هنا تحرك، قابل نتنياهو وفتح الموضوع بتاع التطبيع، ونتنياهو أقنع الإدارة الأمريكية إنها تربط موضوع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع موضوع التطبيع وتضغط في الطريق ده، لأنه أوريدي لقينا موافقة من رئيس مجلس السيادة البرهان، لأنه منطقيا ما في علاقة زي ما قال دكتور حمدوك الإدارة الأمريكية، ما في علاقة ما بين رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما بين التطبيع مع الكيان الصهيوني أو دولة إسرائيل. فهنا بقى الضغوط بقت بعد ده موجوده، خلاص بقينا امام امر واقع، احنا في 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 ظرف سيء، نفذنا كل الاشتراطات اللي هم طالبينها لحد ما ترامب وقع عمل تغريدته وحولوا له القروش ووقع البتاع. بقى الضغط هنا وين؟ والله يا جماعه الكونجرس تحته، لكن في 2 من الكونجرس الامريكي ديلا عندهم فكره انهم يرفعوا قضيه، ما هي دي اللعبه هنا، واللوب الصهيوني قوي ومسيطر على الكونغرس طبعا، يرفعوا قضية في أحداث 11 من سبتمبر، يعني تعويضات تانية المرة دي مش ل 12 نفر ومعاهم 200 من الأفارقة دافع لهم 335 مليون دولار. انت هنا كم ألفي أمريكي، شوف حتدفع لهم كم. لكن عشان الناس دي نمشي أمورنا معاهم وما يعملوا لنا مشاكل في الكونغرس، لازم احنا والله ندخل اللوب الصهيوني ويدعمنا هناك. اللوب الصهيوني قوي ومتغلغل، ويمكن ده ذاته يكون اصلا في الديانه بتاعتهم يهود، يعني يمكن يكونوا. هنا العسكر خط عود عشان يجي الليل يقعد البرهان قعدته دي ويقعد يقول الكلام الكثير اللي قاله، كلامه اللي قاله طبعا عشان نكون صادقين فيه جزء كلام خارم بارم كذب يعني، وفيه جزء كلام عقلاني ومنطقي، وفيه حقائق دي كلها الليله في اللقاء بتاع البرهان ده. فدي النقطة اللي أنا عاوز أوضحها لكم، إنه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هم العسكر بقيادة البرهان دخلوا نفسهم في الموضوع ده ودخلوا موضوع التطبيع ده هم لما مشوا بزيارتهم في عنتبه هناك وقابل نتنياهو، هم دخلوا لأنه موضوعين منفصلات تماما. منذ أن قامت الثورة المجيدة بقت وسقطت الحكومة البائدة، أصبح السودان مؤهل إنه يطلع من القائمة دي إذا وافق على الشروط بتاعة التعويض، والتعويض وافقت الحكومة عليه ومشوا كم مرة ونزلوا المبلغ، المبلغ كان كبير، كان بينزل لحد ما وصل ل 335 مليون دولار. لكن أبو العسكر بيبحث عن شنو هنا؟ وطبعا الناس ما تخاف من الموضوع ده، الموضوع ده حله بسيط جدا. العسكر بيبحثوا عن مكان ليهم في وسط الدول دي والمنظمات دي يقدروا على الأقل يتحصلوا بها على 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 ضمانات، على تطمينات، على حصانات، اي حاجه، لانهم هم متورطين. قبل موضوع فضل مجزرة فضل الاعتصام، هم اصلا متورطين في جرائم ارتكبت في دارفور، ما هو البرهان ده نفسه، البرهان نفسه متورط في جرائم في دارفور،
ونائب رئيس مجلس السيادة حميتي نفسه متورط في جرائم حصلت في دارفور، والمنظومة بتاعتهم بتاعت اللجنة الأمنية بتاعت البشير الخطوة لنا كمجلس عسكري، الناس كلهم مع بعض متورطين في جرائم ما بعد الثورة، منذ جريمة فضل الاعتصام والجرائم المتتالية لحد الناس سقطوا في شرق السودان، لحد الشباب سقطوا حاليا في 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 المليونية الأخيرة. طبعا دي كلها مسؤولية من مسؤوليات اللجنة الأمنية العليا اللي هم برأسها ناصر البرهان والعسكر في مجلس السيادة والجهات الأمنية دي. إذا هم عشان يلقوا مخرج لازم يقدموا تضحيات كبيرة جدا للعالم الخارجي، مع إنه إحنا، أنا ما الكلام ده قاعد أقول لكم دائما، قاعد أقول لكم إحنا، أنا ليه بقول لكم أنا لا مع لا ضد موضوع التطبيع، بقول لكم لو في مصالح، هي في مصالح هتجي، لكن لو في مصالح كان الموضوع بتاع نقاش الملف ده كان حتكون المناقشة بتاعته علنية، ما بدس يعني ما يجي البرهان الليلة عشان يقول كلمت الصادق المهدي وشاورت مع منو، الصادق المهدي كاتب لما قال قدر كده إنه حيرفع قضية ولا حيسقط الحكومة، وطلع الصادق المهدي هنا بجوة. الإنسان الوحيد في الناس اللي كان صادق لكن ما قال الكلام بتاعه كامل درءا للفتن كان هو دكتور حمدوك، لما انجزر روه جاء وزير الخارجية الأمريكي من أمريكا وقعد معاه ويتكلم معاه بكل أدب واحترام، قال له يا أخي إحنا حكومة فترة انتقالية، الموضوع ده ما عندنا به شغل، ده عنده مجلس تشريعي ووضع تاني. طيب لما انضغط في، وطبعا بالمناسبه عشان تكونوا فاهمين النقطه دي، هو حتى الان ما في تطبيع طبعا حتى اللحظه دي، عشان انا اقول لكم الكلام ده، والتطبيع ده لما يتم التوقيع عليه ما بين قمه الهرم في الحكومه السودانيه لازم بعدها التوقيع المبدئي لازم يحال للمجلس التشريعي، اذا اجاز المجلس التشريعي بيرجع مره ثانيه لمجلس السياده عشان يصادقوا عليه المصادقه النهائية. لكن كونها فقط تطلع كلمة تطبيع دي مكسب سياسي كبير لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ومكسب سياسي لنتنياهو، وإعطاء جرين لايت لدول كثيرة واقفة في الصف بتاع التطبيع إنها تمشي تطبع، وإحباط لدول أخرى كانت ضد التطبيع لكن بعد ذلك حيقودوها نحو التطبيع. أنا في اللايف الفات قلت لكم عشان نصل المرحلة بتاعت إنه فعلا السودان يكون مضغوط ويضطر يطبع، الناس ساقونا من زمان شديد، من زمن النظام البائد ساقونا ستيب باي ستيب لحد ما جابوا، لأن العالم برا يا جماعة، العالم برا بيشتغل بتخطيط، العالم برا انت عارفين في خطط، في خطط بتتخطى ل 500 سنة ولا 1000 سنة بخطوها، بخطوا الخطط دي. البرهان المنظومة بتاعته العسكرية اللي هو بقودة شغال معاها، وكان عنده المستشارة المرحومة قد حدم، في شخص ما ذكي في نصهم، في شخص ما في نصهم ذكي جدا جدا، هو اللي اداهم الفكره بتاعت انه يضربوا النجاح الانفرادي للجانب المدني بادخال موضوع التطبيع اللي هم حيكونوا هم المهندسين بتاعينه. فتضاربت المصالح مع بعض، المكسب الكبير لدوله اسرائيل، طبعا دوله اسرائيل المكسب الكبير لها في الموضوع ده انها لقت السودان في اضعف وقته، لقد بعض السودانيين الموجودين في قمة الهرم بتاعهم مستعدين يبيعوا أي حاجة عشان يطلعوا نفسهم من الورطة ويفكوا رقبتهم من حبل المشنقة، لأنهم يعلمون علم اليقين إنه السنة دي ولا السنة الجاية ولا بعد 20 سنة، زي ما حصل مع المخلوع في قضية شهداء 28 رمضان الضباط اللي عدموهم، إنه حيجي يوم ويتحاسبوا على جرائمهم دي كلها. لو حالياً بيحتموا وراء القوى اللي بيمتلكوها العسكرية ووراء الميليشيات اللي بيمتلكوها أو اللي بيسيطروا عليها، لا حيجي يوم زي ما الشعب السوداني ده هزم النظام البائد السابق بكل ميليشياته وقوته وعن جهته، حيجي يوم ينتصر الشعب السوداني فعلا ويقدم المجرمين دول كلهم للمحاسبة والمحاكمة. هل حيحصل شنو؟ أقول لكم بس بالضبط كده اللي حيحصل شنو. تسمحوا لي في موية معلش، سوري دي يدي اليمين ها معلش. هو اللي حيحصل حاليا، هم استفادوا من النقطة دي خلاص، التطمينات جاتهم بعد ده، متى ما يتم الاحتمال في مجلس شورى ولا اسمه شنو في السؤال ده، مجلس تشريعي، متى ما تم هم الشدة دارينه وصلوا له. لكن السودان برضو في الآخر
كسبان، السودان كدولة، كدولة هي كسبانة، كدولة يا جماعة كسبانة، والمكسب الأكبر اللي احنا مفروض نفرح به وما يسرقوا مننا الفرحة بتاعتنا دي وما يسيبونا بالكآبة والإحباط، إنه نحن إن شاء الله طالعين من قائمة الدول الراعية للإرهاب. صح دفعنا ثمن بتاع تطبيع، لكن دي ما مشكلة في العصر الحالي، في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه دي انا بعتبرها ما مشكلة. احنا ما حنعتنق دين بتاع دولة تانية، دي الناس بتكلموا من ناحية دينية، ده موضوع بعيد من الدينية. لو قدرنا استفيدنا فعلا وخططنا بصورة سليمة وصحيحة للموضوع بتاع الاستفادة من التطبيع ده، ممكن السودان فعلا يستفيد والشعب السوداني يستفيد. زي ما قلت لكم قبل فترة بسيطة، قلت لكم بعد فترة بسيطة حتشوفوا الخير جاي والدقيق جاي والقمح جاي والبترول واي شيء جايكم، لانه الضغط الضغطوا على الشعب السوداني وصلوه مرحلة انه الناس بتكورك في الفيسبوك والسوشيال ميديا جعانين وما لاقين عيش، والبكوركو ديل كلهم منهم، البكوركو ديل ما المواطنين السودانيين بالمناسبة، المواطن السوداني عزيز النفس وصبور، بكتمة وصبور وهو عاوز فعلا يحصل تغيير حقيقي في السودان وانه فعلا السودان ينهض. البكوركو ديل بنسبة 70% منهم هم مأجورين ومرتزقة ودجاج الكتروني بسوق الشعب بصورة معينة، يعملوا عقل جمعي انه فعلا في مجاعة وما في اكل، مع انه الشعب السوداني من زمان بيلقى حلول لازماته. ما احنا مرت بينا ازمات، تذكروا ايام سيول الامطار سنة 87 تقريبا لو بتذكروا، 88، لا سكر لا لبن لا عيش، ما في اي حاجة، لكن الشعب السوداني قدر مشى اموره، لكن كان مضغوط بيحضروا فيه للمرحلة بتاعت الانقلاب بتاع 1989، الانقلاب المشؤوم ذاك. فإحنا بخطونا دائما في زنقات بيضغطونا عشان بعدين حققوا مآربهم علينا. طيب معلش أنا نطيت من الموضوع شوية، لأنه النقطة بتاعت البرهان اللي قالك بيل دي هي نقطة مزعجة. بعدين قال إحنا شغالين لنا 7 سنة في الموضوع ده، يعني عاوز يقول إنه موضوع إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إنهم هم الشغالين فعلا 9 سنة. أول شيء هو قبل سنة كان في الحكومة البائد، النظام البائد، وإحنا قلناها ما نكرتها، أنا قلت النظام البائد حاول صح، وحاول عشان يرفعوا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب صح. المبلغ كان كبير من 3 مليار، هم بس قدروا وصلوا ل 2 مليار، لكن كان في رفض للأمر الواقع. ما ممكن أنا أرفع النظام نفسه العمل الإرهاب، وإحنا أثبتنا عليه الإرهاب وخطينا في القائمة دي، اللي هو الفتح معسكرات التدريب وجاب الإرهابيين في السودان وعنده بصمات في تفجيرات بتاعت نيروبي وتنزانيا هناك، وعنده اعترافات حاليا برضو موجودة، وهم كانوا عارفيننا بمحاولة اغتيال حسني مبارك، وقال الشيخ الترابي تذكروا في قناة الجزيرة. إذن هم شنو؟ هم عارفين النظام ده غير مقبول انهم يتعاملوا معاه ويزيلوه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فلما جاء النظام الجديد خلاص الارضية جاهزة، لدرجة انه نقصوا المبلغ من 2 مليار لحد ما وصلوا 335 مليون دولار. طيب نرجع بسيط كده لموضوع الدكتور حمدوك، لان انا بس الموضوع ده شوية جابني بتاع هنا ايضا. طيب دكتور حمدوك لما اشتغل في الموضوع ده، الموضوع ده كان بدايته عاوز الشجاعة من الشخص الموجود انه يتخذ فيه قرار شجاع وما ينظر للوراء. الجميل في دكتور حمدوك ده انه ما قاعد يشتغل باي كلام، الناس تنبذوا، الناس تقول العاوزاه في السوشيال ميديا يتكلموا ويعاكسوا، هو انسان عنده طريق محدد ماشي فيه وما شغال باي كلام حوله، لانه عارف لو التفت لاي كلام حيشغله عن الهدف بتاعه، انه في اسرع وقت لازم يرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عشان تتفتح لهم أبواب كثيرة جدا مغلقة في العالم علينا كشعب سوداني، عشان فعلا يقدروا يصلحوا التشوهات الموجودة في الاقتصاد بتاعنا السوداني. عشركته معلش طيب لما نشتغل قلنا في الملف بتاع رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب، طبعا كان مقابلاه معاكسات كثيرة. أول معاكسة ومشكلة مقابلاه هو كيف يقدر يوفر المبلغ اللي بعدين حيدفع به التعويضات دي، وإنه حيطلعوا له طوال سارقي البسمة اللي قلت عليكم والفرحة دي، والناس المعادين للتغيير ومعادين لرغبات الشعب السوداني طوال حيطلعوا يقول له كيف تتوافق؟ احنا ما ارهابيين،
شوفوا ناس طالبان لأسف بحاربوا في الأمريكان وفي الآخر يا أخي إحنا ما طالبان ولا إحنا زي طالبان، إحنا دولة اسمها لما دفعت السعودية المبلغ يا أبو الباء، المبلغ ما دفعت السعودية بنتكلم على المبلغ الدفع كيف الدفع من مال سودان الحر، ما عنده علاقة بالسعودية، ما في دولة دفعت لنا ولا مليم ولا قرش. ودي دي الميزة الحلوة، يعني الله يرحمه الحبوباتنا زمان بيعرفوا يدبروا القروش، قلت لكم بباصرها يمين يسار وبطلعوا حاجة لوقت الشدة. فعمكم حمدوك ده كان فعلا بباصرة يمين شمال، في قالوا بعنا ذهب بيع الذهب وجبنا، وبرضه ده مال سوداني، وفي القروش جاتنا من شركاء السودان، بعدين كان في قروش جاتنا من البنك التنمية الأفريقي، المهم اتدفعت من مال سوداني، ما في ناس دفعوا لنا احنا قروش فيها. بعد ذاك الملف زيدوا الشير، لأنه الكلام ده احنا لازم نقوله بالمناسبة، لازم نقوله الليلة مع بعض، زيدوا الشير. أنا داير الشباب بعد احنا هنتكلم تاني في مواضيعنا اللي بتخصنا كشعب السوداني بصورة واضحة. طيب دكتور حمدوك نجح في ملفاته الماسكة في يده، في ملفات كانت صعبة. طيب الحمد لله موضوع السلام تم، برغم انه في ناس محترضين سواء من دارفور نفسها او من جهات اخرى في السودان، لكن نقولون يا جماعة الهدف الاسمى والانبل انه تم وضع السلاح وتم السلام، باقي الاشياء دي سيبوها للزمن، كفيل انه يعالجها والظروف كفيلة انها تعالجها. بعد ذاك ايوه بعد تم السلام هنا واستحالة حنوزان من قائمة دول رأي الإرهاب، بيبقى لنا هدفين بسيطات نمشي فيهم، اللي هو الموضوع بتاع إصلاحات التشوهات الاقتصادية الداخلية، وده أصعب ملف، وده الملف المجنن بالمناسبة البرهان ده، عشان كده طلع تت 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 البرهان اللي قال كلام خطير. طيب الكلام ده أنا أتمنى رؤساء الأحزاب ديلا يطلعوا يتكلموا فيه، انتوا بتطلعوا يعني في السوشيال ميديا بتقول لنا كلام، وفي الجرايد كلام، وفي التلفزيون كلام، يعني زي الصادق المهدي يقول انا نقلب الحكومه ونغيرها اذا طبعوا، ويجي يقول انا كلمته وقال خلاص نودوه المجلس التشريعي. طيب طالما انت ما معناه موافق، انت ما زعلان، انت موافق وقلت يودوه المجلس التشريعي، طيب المجلس التشريعي ده مفروض ممكن يوافق، انت كيف تجي تقول ده تقلب تغير نظام الحكم في السودان؟ حزب البحث وباقي الاحزاب الاخرى برضو اللي هم المسؤولين بتاعينها قاموا قالوا احنا نودي المجلس التشريعي، ما يا البرهان كذاب يا انتوا بتكذبوا علينا كشعب سوداني بالكلام اللي بتطلعوا لنا احنا بنسمعه منكم. فيا تطلعوا تنفوا كلام البرهان تقول البرهان ده كذاب يا جماعه احنا ما قلنا الكلام ده ولا اتفقنا كده، يا تطلعوا هو ذكي ذكي البرهان في كلامه جدا جدا، قال احنا قلنا اتفقنا معاهم وقالوا تودوه المجلس التشريعي، لكن قلنا لهم رايكم الخاص تكلموا به وراي احزابكم وقولوا ما في كلام زي ده يا جماعه في دوله متوتره زي السودان، الراي واحد ما في انا اوافق واطلع اقول راي حزبي والايديولوجيه بتاعته برا، خلاص احنا اقتنعنا قلنا في مصلحه للسودان في التطبيع، انا لو رئيس حزب اقتنعت يا جماعه في مصلحه ما في مصلحه حنرفع المجلس التشريعي، لما اطلع اتكلم امام وسائل الاعلام واعمل مؤتمر صحفي ولا اتكلم مع جريده ولا صحفي بقول له والله يا اخي رغم انه احنا ايديولوجيتنا الفكريه ضد موضوع التطبيع ده، لكن نحن قلنا نشيل الملف ده وندي المجلس التشريعي، الناس تملك الحقائق للشعب السوداني والمواطن السوداني صاحب البلد، احنا اسياد البلد، انتوا موظفين في البلد كحكومه، وانتوا يا رؤساء الاحزاب حاجة غريبة بقيتوا لافين كده يعني. فالبرهان بيلعب لعبة كبيرة، في جزء من كلامه كثير اللي قاله ده ما حقيقة ما حاصل فعلا، وهو زول مرتب للقاء ده. معلش الدواء اللي باخده ده قاعد يعبني شوية معلش. فهنا حاليا ظهرت حاجات سيئة جدا، عشان نعدل فعلا المسار بتاع طريقة التصريحات وتعاملنا مع الأحزاب وتعاملنا مع مجلس السيادة ومع باقي أعضاء الحكومة، لازم أي واحد فيهم يقول كلمة يكون مسؤول منها وقدرها، ولازم الثاني يطلع يوضح لو في لبس ولو المعلومة ده غلط يقول غلط. حتى لما سألوه من بتاع مجلس السيادة اسمه من بتاع مجلس السيادة قال أنا ما عندي علم بالموضوع بتاع التطبيع ده، قال يا اخي يمكن هم عارفين مشاورته ولكن يمكن ما كان قاعد ما كان موجود. اداره الدوله ما بتدار الدوله بالصوره دي، المرحله بتاعتنا الحاليه اللي احنا في السودان دي ما بتدار بالصوره دي، ما في حاجه اسمها كان قاعد وما عارف او ما كان موجود، ما في كلام زي ده. انا لو انا لسه حاليا في مجال عملي ده لو ما اخذ اجازه كم يوم اول ما ارجع
أي اجتماع فاتني، أي شغل فاتني، بلقى تقارير موجودة لي في المكتب، بفتح التقارير كلها بقرأ تاور. أيوة يا درس يديك العافية تاور. فبشوف الحاصل شنو فيه. ما بجي أنا في مجلس سيادة يا أخي، مجلس سيادة ده ما لعب، مجلس سيادة ده ما لعب. أنت في عضو مجلس سيادة معناه أنت رئيس الدولة. أسل الليلة لو البرهان حصلت لي حاجة وبكره حميت حاجة وفلان حاجة، إيه تجي لحظة أنت حتكون رئيس السودان. لازم الناس تتصارح، لازم يكون في صدق. إحنا ما ضدكم يا جماعة كلكم، والله رغم حنقنا عليكم ورغم غضبنا عليكم حتى إنتوا العسكر الموجودين ديل، لكن دائما قاعدين نخط مصلحة السودان فوق كل مصلحة. الشيء الوحيد المطلوب منكم الصدق والشفافية. فالبرهان بصراحة عقلية خطيرة جدا جدا، عقلية تفكير فعلا تفكير بتاع يهود. في شخص كان بيفكر لهم بذكاء، هو اللي اداهم الفكرة بتاعت انه يمضي في موضوع التطبيق متزامنا مع مضي حمدوك في موضوع رفع السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب، عشان يجوا حدثين في وقت واحد وخطوا بصمتهم هنا. يقولوا والله احنا لو ما اسرائيل الكونغرس ما كان وافق عشان اللوب الصهيوني المتحكم في الكونغرس الامريكي، فاحنا كده مشينا برانا في الاول واحنا السبب الرئيسي في انه نوافقوا. يعني احنا عارفين اللعب كيف المحاصل بتاع السياسة في السودان. فانا اتمنى، انا عاوز ذات الشباب بعد ده بدل نطلع نكورك كتمة ونكورك بشنبنا، نحلل الاوضاع لو لينا لو علينا. انا حاليا الليلة اي شيء لينا حنقوله علينا حنقوله، لكن انا حاستاذنكم معلش في حاجات بسيطة كده انا حقطعها ما حقدر اتكلم عنها نسبة للتعب شوية بتاعي. حنط لكم بس لاخر نقطة. هبشتوا حميد يا 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 حميدي تاور تاور، كلام انا شايفه مع كلام البرهان معناه التور طوال، بكرة مفروض يطلع يصرح ويتكلم، لأنه حتى لو ما كان موجود زي ما قال البرهان وقال أنا شاورته وعارفين، معناه يا تور كذاب يا البرهان كذاب، وإحنا ما حنعيش وسط كذابين. أنا ما زمان قلت لكم، قلت لكم كلمة، قلت لكم مثل ألماني بيقول أسوأ الأزمنة هي تلك الأزمنة التي يمتطي فيها النمل ظهر الجمال. وقلت لكم مجلس السيادة ده فيه مدنيين تمام عدد، لا بهشوا لا بنشوا، أنا ما أعرف أساسا وضعهم في مجلس السيادة ده كيف. احنا كنا فعلا محتاجين في مجلس السيادة لناس لما الواحد يجي يتكلم، سيبك انه تابع لحزب بحثي ولا تابع لأي حزب، ما يتكلم بالأيديولوجية بتاعت حزبه، يتكلم بالمنصب اللي هو فيه، لأن هذه حكومة ما منتخب، حكومة انتقالية، حكومة بتاعت تأسيس لمرحلة الديمقراطية. يشتغل باختصاصات منصبه فقط، يطلع يقول هاي لو انت البرهان ده شاورك كنت خجلان من الايديولوجية بتاعتك، اطلع اقول والله انا البرهان ده هيتكلم معانا وشاورنا وانا اصلا ما موافق لكن الاغلبية وافقت، قول كده. لكن ما تقول ما شاورنا وانا ما عارف. الله يسلمكم يا شباب، يديكم العافية والله. ان شاء الله نجي للكلام الاخير اللي دار اقوله، الاخر حاجة اللي اقولها، لانه انا بس حاختصر اللايف معلج بسيط كده. في مثلين كتبتهم هنا بس عشان الواحد عمره كبر شوية شكله بيجي ينسى، معلج سوري ما انا جدحت الورق حقي كله خلاص شكله ضاع. طيب حنجي نتكلم عن حاجة الاخيرة، انه انا في سؤال سالته وكان هو قياس للاراء الموجوده يعني. فالسؤال ده قلت شنو ده قبل الرساله بتاعت الله، في رساله اصلا حرسلها للشعب السوداني ولباقي الامه العربيه، الناس اللي قاعدين يطلعوا لنا في السوشيال ميديا ومدورين احنا كشعب سوداني. لكن قبل ما نصل لهم ايوه جينا للنقطه دي، انا عاوز احنا نعيش الواقع بتاعنا. وزيدوا لي الشير هنا معلش، الكلام ده مهم، عاوزين نعيش الواقع بتاعنا دون مزايدة ولا ادعاء البطولات الزائفة. احنا عندنا مشكلة كبيرة في السودان، ان احنا عايشين على سواء احداث تاريخية مرت بينا، سواء على كلام حجونا به، لكن حاليا ما واقع موجود. وانا عملت برضو منشورات هنا كانت قياس للرأي، عشان انا اعرف الموضوع ده حد وين، ونتعامل بواقعية. يعني التعامل بواقعية هو الطريقة الامثل لايجاد حلول تساعد في تغيير الوضع الحالي للافضل. الحاصل شنو في السودان؟ نزلت عشان تسمعوا الكلام ده، نزلت صورة بتاعة دقيق بينزل من ميناء بور السودان، وصورة حقيقية طبعا، دقيق كمية كبيرة، وكتبت فوق جهزوا الشاي باللبن أرقد يا زلابية. قلت أشوف ردود الفعل بتاعت الشباب،
تعليقات كثيره جات فيه. في ناس فرحانين ومبسوطين كانوا، يا سلام والله العيش حيرقد والزلابي وتفضل الله يعافيكم ويشافيكم. وفي واحدين تعليقاتهم وسط، يلا تعالوا شوفوا في واحدين، انا جاي للواحدين الثالثين ديل. اول حاجه طوال يقول لك احنا المعونات ما دايرنا، نحن الشحده ما دايرنا. شوفوا ده هو ما سال، هل الدقيق ده مشترياه والدوله الحكومه السودانيه جايباه، ولا هل مشترياه شركه سودانيه جايباه السودان؟ ده السؤال الاول المفروض تساله لنفسك قبل ما تحلل. لكن ده اوريكم انه في بعض الناس عملوا لهم غسيل بتاع مخ في السودان، خلهم ما عايشين الواقع الحقيقي، انه اي حاجه بشوفوها قدامهم بتجي للسودان هم في اعتقاد انه دي شحده او دي معونات او دي او دي او دي. رقم واحد. رقم اثنين، عدم الواقعيه في حسابات الاشياء. طيب فرضا الدقيق ده جاء مساعده للسودان، هل انت كشعب سوداني محتاج لدقيق ولا ما محتاج له؟ انا الجواب ده رسمه ذاتي منكم. انت كشعب سوداني محتاج لدقيق، محتاج لخبز، ما عندك خبز، ما عندك دقيق، الناس بتشتكي، الناس بتولول. واحد من الشباب المعلقين ديلا واحنا وما بنقبل واحنا كده، نفس الشخص ده لقيته معلق في 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 منشور ثاني ما في عيش وبنبيت في الافرام وواقفين في الصف، ليه ما عنده راي واحد زي ده؟ دي الناس مغسوله ادمغتهم بقد بايديولوجيه سابقه وبكره لاي حاجه ممكن تحصل جميله تزعج لها شخص ولا اثنين. يا جماعه في ناس مشكلتهم في الحياه دي حاجه واحده، عاوز يطلع يمشي المخبز يقف ساعه ساعتين 10، يقف دقيقه يلقى المخبز فاضي، المهم انه يشيل الخبز بتاع اولاده بتاع بيته ويمشي بيته. دي خلاص ده غرضه من الحياه وده غرضه العايش له وما عنده مشكله ثانيه وعنده حق ما زعلان منه. وفي ناس بينتقدوا كل حاجه، وفي ناس عندهم افكار. ما انا بقول انتوا زعلانين ليه؟ انت الزعلان ده لو زعلان معناه احنا مفروض نتجه للانتاج وننتج وناكل مما نزرع، زي ما انتوا قلتوا زمان لما جيتوا مسكتوا النظام زمان، قلتوا فلناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. خلتونا عرايا للبسنا مما صنعنا، وخلتونا جيعانين لا اكلنا مما زرعنا، لانه قدر المشاريع اللي كانت في دي اتدمرت. جاء تاني قالوا يا اخي نتنياهو الحكومة الاسرائيلية تبرعت بقمح بقيمة 5 مليون دولار، وانا نزلتها في الصفحة برضو قلت اشوف ردود الفعل بتاعت الناس. هو طبعا بصراحة الواحد اول ما يشوف الصورة كده في الاول بتخلع، يعني بالحكاية انا ذاتي بقيت غريبة في الاول لانه ما كانت متوقعة تحصل في يوم من الايام، لكن حصلت لظروفنا اللي احنا فيها. طوالي تعالوا شوفوا، انا قلت لهم الزول الجيعان وعاوز ايش ده الدقيق جاي يمشي يشتري عيش ويمشي، ده النوع الاول اللي قلت لكم البس ده يشيل عيش ويمشي ما بهمه العيش ده من وين ذاته ولا الدقيق، ما عنده شغله. والنوع اللي بنظر ده وبقول لك ما بناكل الدقيق والعيش ده الجاي من اسرائيل، حتلقاه اول واحد واقف في المخبز وفي الفرن بقابض وبشاكل وبدافر عشان يشتري العيش. تخيلوا حلل الثالث، العقليه الثالثه. العقليه الثالثه بتقول شنو؟ العقلية الثالثة بتقول انه ده درس عظيم لنا. انا مبسوط جدا من اللي بيحصل ده، انا مبسوط بالمناسبة لما نجينا دقيق متبرعين بيه، لما نجينا قابح متبرعين بيه، انا عارف احنا محتاجين، لكن درس لنا بكون مبسوط، بقول ده درس لنا، عسى ولعل يصح الغيرة جوانا، عسى ولعل يصح ضمائرنا، يصح وطنيتنا، يخلينا فعلا نزرع ال 251 مليون فدان الصالحة للزراعة اللي عندنا في السودان، وقتها نكتفي ذاتيا احنا من غلالنا ومحاصيلنا اللي بنزرعها احنا. لكن ما يجي واحد في الوقت الراهن يزايد ويقول احنا ما محتاجين لمساعدة. عدم معيشتنا في واقعنا، بنقول احنا اسسنا اتحاد الكرة الافريقي واحنا شلنا كاس امم افريقي سنة 70، لكن حاليا الكرة بتاعتنا عبارة عن دافوري شلاليت وبني بس، ما انجزنا ثاني اي انجاز. ده واقعنا اللي احنا عايشين فيه، واقعنا اللي بيقول انه جامعة الخرطوم كانت واحدة من الجامعات المصنفة في المراتب الأولى في العالم، لكن حاليا ولا في الألف جامعة الأولى في العالم هي ما موجودة، بل في دول تانية ما كان عندها جامعات أسي دخلت. نتكلم عن واقعنا، واقعنا إحنا كشعب سوداني، وما تزعلوا مني أقوله أنا بصراحة كشعب سوداني، هي بعد ده حيتغير كلامي، ده حيتغير أسي في اليومين الجايين، لكن واقعنا شنو؟ واقعنا إنه إحنا دولة فاشلة على كل المستويات، اقتصاديا سياسيا رياضيا صحيا ما نغش نفسنا، تعليميا اي حاجه فاشله. دوله ناس بموتوا من المرض لانه ما عندهم مستشفيات، ما عندهم دواء، ما عندهم كوادر
موجودة داخل الدولة نفسها تعالجه. دولة فيها نسبة الأمية والجهل في زيادة، لأنه في انهيار في التعليم حاصل، وفي عدم مقدرة نتيجة الفقر المستشري في البلاد إنه نازل خلوا أبنائهم يواصلوا في تعليم ويمشوا لقدام. ده واقعنا، لا مشان نعالج الواقع، الواقع بنعالجه كيف؟ لو أنا قعدت أكذب على نفسي وأقول له والله ما شاء الله إحنا أحسن دولة في العلاج وإحنا أقول كده، ما حعالج واقعي. لكن اللحظة اللي بقول أنا ما عندي بنية تحتية صحية في السودان، وما عندي أدوية مكتفين بها في السودان، والكوادر الطبية بتاعتي والصحية بتهاجر خارج السودان، بقدر أوجد هنا حلول. بقول الكوادر بتهاجر عشان الموضوع بتاع المادة، حاول أوفر لها وضع كويس. بقول ما عندي بنية صحية تحتية صحية، ببدأ أنشئ في مستشفيات وحاجات حكومية وادعم في البنية التحتية الطبية. عندي مشكلة في الأدوية، بالمناسبة من الفوائد برضو الحجينة بتاعت إزالة اسمنا من قائمة الدول رائع للإرهاب، إنه حنقدر نفتح فعلا بعد ده كمية من المصانع لو الناس عندها الرغبة. أنا بقول ممكن، أنا ما بقول دي الحاجة اللي حتدعمل، الحتدعمل ده عاوزة إرادة ووطنية وخطط عشان الناس تعملها. ممكن نفتح بعد ده مصانع الأمي فارما والمصنع المصنعين الكارما سكنهم الكيزان ديل ووسي حرقوا جزء منهم، الأزمات المالية اللي بيعملوها ما فيها الأدوية دي، احنا ممكن نعمل مصانع بعد زيادة بتاعت أدوية. فبلقى ما عندي، عندي مشاكل في الأدوية، عندي ما في متحكمة، بعمل شركات قابضة للأدوية، بعمل مصانع حكومية للأدوية. المشكلة وين؟ ما في مشكلة، لكن أعيش واقعي، ما أكذب في واقعي. فأي إنسان بزايد على موضوع أي مساعدة ولا أي مبلغ بيجي للسودان، ده إنسان كاذب مع نفسه أولا وكاذب مع المجتمع العايش فيه ثانيا. فده بقودني لصورة أنا خدتها في دعالة الله يفضل، إنه النقاد الناس اللي بنتقدوا ده الكثيرين جدا، نقدي نقدي، كلنا بقينا خبرة في الرياضة وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي القانون وفي كلنا لنا طوالي، والثرثارون كثيرون. الثرثارين ده زي منه، في نوع من النقاد ديل ذاته، في نوع منطقي في نقده، في نوع منطقي في نقده، يعني بنتقد لك الحاجة بقول لك الحاجة دي والله كده واحد اثنين ثلاثة والحلول بتاعتها كده، الغالبية بنتقده. الثرثارين ديل المشكلة الكبيرة، يهون ديل ناس كتمت من أول ما بتكلم، وناس كتمت ديل وناس حلاقة الشنب لحد ما ينتهوا من كلام، وناس تعليم معاهم كتار وغيرهم كتار حتى في المجتمع في الأحياء وفي البيوت وفي الجامعات في السودان، من يبدأ لحد ما ينتهي من كلامه ما بيكون في أي شيء مفيد طلعت به، لكن بيكون أخذ منك زمن قد يكون كان مفيد لك أنت. أما الفاعلون دول عددهم قليل جدا، دول ناس بيشتغلوا يعني، ودول أنا بعتبر الفاعلون دول منهم دكتور حمدوك ده من الفاعلون دول بالمناسبة، ما قاعد يجي يتكلم لكم كثير، والناس بتقول لك ده رئيس الوزراء المفروض يطلع كثير، هو طبيعته كده، هو إنسان بيشتغل بتحس بعمله، لا بيجي بيحكي لك، لا بيجي بيتكلم لك، ولا بيطلع لك في لقاء زي بتاع البرهان الليلة عشان يسرق مجهود بتاع ناس تانين اللي اجتهدوا فيه، أو عشان يشوه صورة بتاعت ناس تانين. وبالمناسبة ما تضمن حتى البرهان اللي وعدنا ما يفضل الاعتصام ويجي يضبح أولادنا في الشارع، إنه هو حاليا بناء على اللقاء بتاعه ده بيحاول يشوه لكم الصورة برضو بتاعت الأحزاب الموجودة في قوى الحرية والتغيير. بالمناسبة عشان كده البرهان وناس قوى الحرية والتغيير والناس الموجودين معه في السيادة كلهم مطالبين يطلعوا يوضحوا الحقائق دي بشفافية كاملة. احنا كشعب ما عندنا مشكلة، والشيء فيه مصلحتنا بنعمله، ما متوقفين في تطبيع، ما متوقفين في حاجة، لو في مصلحتنا في حاجة بنعملها. لكن هو التطبيع جابوا لنا العسكر باللفة، وما ينسوا انه ربنا ما بضيع حق انسان، وما في انسان عنده حق بطالب به وبضيع، ودم الشهداء ما بضيع. حاليا انا واحد من الناس، انا حاليا ما قاعد اتكلم في دم الشهيد، لانه بقيت احس انه في ناس بتاجروا به وبيزايدوا به، وانا عندي قناعه شخصيه انه دم الشهيد ما بيجي الليله ولا بكره ولا في السنه دي ولا في الفتره الانتقاليه دي كلها، حق الشهيد ما بيجي صدقوني في الوقت ده. تتم اصلاحات قضائيه، الناس تصل لصيغه معينه، لانه ما حد يقول لنا حاجيب البرهان ده الليله اعدمه ولا اجيب حمته اعدمه وحيسلموك له كده ببساطه، لا، الموضوع عاوز شويه حنكه، شويه سياسه، شويه صبر، لانه الطريق بتاع التغيير طريق طويل ومحتاج لصبر كثير. انت ما غيرت حكومه سابقه، بس انت في فكر ما زال موجود في مؤسسات قويه عسكريه بتمتلك 82% من اقتصادك، بتمتلك السلاح كله تحت يدها وعندهم ميليشياتهم موجوده، فانت تمشي معاهم ستيب باي ستيب
بمساعدة المجتمع الدولي والوعي والمفاهيم المفروض تكون لدى المواطن السوداني بصورة سليمة، بنقدر نصل لحلول في الآخر ونرجع حقوق الناس لها. أو بتحصل مرات تسويات زي ما حصلت التسويات دي زي ما قلت لكم في رواندا، في دول كثيرة من دول العالم. نسأل الله العلي القدير، قال ماذا الحكومة أعزاب؟ أعزاب قصدك أحزاب يا أبو رهف. هو شوف يا أبو رهف، هي كلمة قبيل قالها برضو البرهان في لقائه، بس هو اتحدى الأحزاب، قال اتحدى حزب من الأحزاب في برنامجه الانتخابي يقول أنا ما عاوز علاقات مع أمريكا ومع إسرائيل. واعتقد ده خطأ كبير جدا من انه في انسان موجود على رأس الدولة بمثل الدولة رئيس الدولة ويقعد يهين او يقلل من شأن الاحزاب اللي هي شريكة معاه في الحكم نتيجة وثيقة موقعة بيناتهم. ده بيعني انه الراجل ده ما عنده اخلاق. صدقوني كلامي ده ما تنسوه، حيجي يوم من الايام حتتذكروا كلامي ده. البرهان ما عنده اخلاق بتعريفة، ما عنده مبادئ، وشه مكشوف، عينه بيضاء بكل اللغات اللي بيقولها السودانيين. الشخصية دي أنا ليلة اكتشفتها إنها شخصية يعني ما لاقتني في حياتي في السودان، ولا توقعت في السودان يكون عنده نفس الشخصية دي. فيها كل المكر، كل الدهاء، كل يعني شريرة، روح شريرة في داخله فقط. حاول يلمع لنفسهم، حاول يهين التانين، ينزل من قدر التانين، يكذب التانين، ويشيل الفضل كله ليهم لنفسهم هم. صح في مواقف معينة أصلا موجودة، لما هو تكلم معانا عنها قلت لكم دي حقائق موجودة وكلامه فيها كان كويس، لكن في كذب وافتراء كثير حصل، وفي تقليل من شأن الآخر. وأسوأ حاجة في الدنيا إنه الإنسان يقلل من قدر شأن شريكه أو أخوه أو صديقه. وطالما أنتوا شراكة بقيتوا، معناه بقيتوا في مقام الأصدقاء والإخوة. وأي إنسان حتى لو بالضحك، ودي نصيحة برضو لكم يا أصدقائي الأعزاء، عمرك حتى لو بالضحك والمزاح ما تنزل من قدر صديقك أو شريكك أو أخوك قدام الناس، حتى لو عن طريق الضحك دار تتونسه، بس خطأ كبير. هو الليلة تربية كيزان، كلامك صح يا ربا، كلامكم صح صحيح. ايوه والله والله يا حميد فعلا صحيح، هو احمق يعني طريقته اللي اتكلم بها الليله دي. مع انه والله انا سمحت، بس وانا جاي لللايف بس سمحتها مرور سريع كده كلامه، طوال قدرت احلل الشخصيه دي. الشخصيه شريره ما بتوانى عن اي حاجه. البرهان ده مش نفسه، قال بنفسه قال ما حنفضل الاعتصام، وبعد فضوا الاعتصام وكتلوا الناس وملوا الشوارع بالدماء عشان عاوز هم يعني يستاثروا بالسلطه في السودان. مش هو طلع منفخ نخرين وفضينا الشراكة خلاص وما عارف شنو، مش نزول كان بيتكلم كده. وأول لاحظوا أول ما الأمور تجي في صالحه نجيك طالع طيب ومسكين ويا راستات ويا ما عارف الناس الواقفين جنا. شخصية شريرة وربنا يحلنا منها بالسلامة. بصراحة أنا الشخصية اللي تكلمت قدامي الليلة دي أنا فهمته هو شنو. البرهان ده ما حيمشي بسهولة، صدقوني ما بيمشي بسهولة، إلا غايته إلقى الضمانات العاوزة لحد نهاية الفترة الانتقالية دي، يكون في فعلا وعي شعبي قوي بحقوق الفترة الديمقراطية، ويكون فعلا في دعم دولي قوي موجود معانا حتى الشخصية تمشي ويكون عنده ضمانات. بصراحة صعب يتمسك بعد ده كده في هناي بطريقة كلامه شفتها دي. وبعدين هو حاس بالقوة، مستقوي جدا، مستقوي على 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 الشريك بتاعه في السلطة في الحكم. الشخص الوحيد اللي هو ما قادر يتكلم فيه ما قادر يتكلم في دكتور حمدوك. ولو لاحظتوا أوريكم ليه ما قادر يتكلم فيه. لما المذيع سأله هل دكتور حمدوك كان، قال لا جاوبنا قبل كده زمان على السؤال ده، لأن دكتور حمدوك قلت لكم بفطنته وذكائه موضوع الفصل السادس الطلب ده وعلاقات حمدوك الدولية. وحتى لما كان التلفون كان بيتكلم فيه هو مع ترامب كان بيغلط مرات، بيغلط في التعريف ما بين برهان وما بين حمدوك، لأنه حمدوك الأقرب لهم من الناحية بتاعت الإنسان الفاهم الواعي الهادي اللي بيمشي معاهم بالشيل بكيفهم. هم برضو الأمريكان والأوروبيين دي يا جماعة، مرات لما تكون فاهمهم وتضغطهم في نقطة بيتبسطوا منك. هم تكيفوا منه لما طلب يفصلوا ما بين القرار
رفع اسم السودان من القائمة دي وموضوع التطبيق. اتكيفوا منه في بعض الأشياء الكثيرة لأنه لاقي دعم من المنظمات الدولية. عشان كده هو حاليا ما حقدر يتكلم تاني في دكتور حمدوك، لكن صدقوني كل باقي الحرية والتغيير دي بعد ده كل ما يطلع في لقاء، لو ما طلعوا عسل يلحقوا نفسهم، كل ما يطلع في لقاء حيقلل من شأنهم وحيمسحبون الواطن. لكن حاليا لو ما لحقوا نفسهم وطلعوا وكشفوا الحقائق للناس وتكلموا بصدق وبصراحة وفندوا، يا فندوا كلامه يا أكدوا. صادق المهدي طلع قال بيقلب الحكومة لو طبعت بكلامه كده، معناه صادق المهدي ذو 86 سنة دي معناه بخرف خرف، معناه أقول له ودي القرار ده مجلس التشريع، معناه أنا موافق من الآخر كده. على العموم على العموم صح يا أحمد والله، على العموم برضو أرجع أقول لكم ما تشيلوا هم، مش السودان ده والثورة دي محمية ومحروسة. اللي حيحصل في الأيام القليلات القادمات ديلا والأسابيع والأشهر الجاية دي حتحصل انفراجة كبيرة جدا جدا في كل حاجة، حتبقى متوفرة. وده أصلا كان مقصود إنه يوصلوا الناس لمرحلة الرهق ومرحلة التعب والضنك وفجأة يفكوها ليهم. الناس بعد ده حينسوا أي حاجة وحيسكتوا الفترة الجاية دي، حيكون كل حاجة متوفرة موجودة لهم. لكن الشيء المطلوب، وأنا برضو لما أقول لايف ما بختم اللايف ساي، المطلوب برضو تكون في خطط ورؤية للمرحلة القادمة حتدار كيف، مدى الاستفادة وسرعة الاستفادة. رسالتك وين يا عبد الله بالله؟ ما شفتها والله، اكتبها تاني. معلش معلش انا بتكلم مرات ما بلاحظ لك، انا ما بحب يعني زول يسال سؤال كده واخليه. اكتبها تاني. الاسعار يا استاذه هاله ما حتنقص، مع انه الدولار بدا ينقص، لانه قلت لكم في لايف زمان قلت لكم نحن عندنا سلوكيات في السودان سيئه جدا عاوزه تغيير مفاهيم. التجار اصيبوا بحاله من الجشع، ووجود السماسرة بالقدر الكبير في السودان ده وداخلين في كل حاجة بأعداد كبيرة، بل بقت هي مهنة لكل إنسان، مهنة للمتعلم ومهنة للجاهل ومهنة للعاطل ومهنة للشغال. السمسرة في السودان بقت ممزوجة بدماءنا وبتجري في أجسامنا، أي إنسان بقى سمسار، فبالتالي الأسعار ما حتنزل للأسف الشديد. ما في إنسان هو حيقول لك شنو؟ حيقول لك والله انا اشتريته بالدولار السعر اللي كان 200 هسه صح السعر مثلا بقى 100 لكن انا حكون خسران. فده لا 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 وصح ايوه. وفعلا اخونا ده قال كلمه صح، قال من لا يملك قوته لا يملك قراره. اسمعوا كلامي ده يا شباب. قال ما تكلمت عن زياده الجيلون البنزين، انا دار اختم الله يا 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 ملهم والله تعبت، لكن حتكلم لكم عن زياده سعر البنزين ده لو حاصل. انا ما متاكد انه حاصل ولا لا، في ناس قبل أكدوا وناس أنكروا بصراحة. لو حصل زيادة في أسعار الوقود، لو رفع الدعم عن الوقود، لازم نعرف حاجة واحدة، إنه ما في دولة في العالم حاليا قاعدة تدعم الوقود لمواطنينها. دي لازم تعرفها، موضوع منتهي. حتى الدول الكبيرة المنتجة ناس السعودية فكوا خلاص، ناس دي كلها فكت الدعم. دول بسيطة بالعدد وإمكانيات عالية، بسيطة جدا الدول دي اللي ما زالت بتدعم الوقود لمواطنينها. إحنا الوقود طالما بتهرب، ما قلنا حاجة بتهرب لدولة تانية معناها أنت عندك أرخص من الدولة بتهرب لهذه. فأنت عندك واحد من حلين، يكون مواطنينك على قدر من الوعي والوطنية وحب البلد إنه ما يهرب المنتجات المدعومة عشان مواطن البلد، أو يكون عندك أجهزة أمنية قوية ورقابة على الحدود. السودان بلد كبير، حدوده مترامية ما نكذب على بعض، صعب إنك تعمل على رقابة بالكامل. المهربين دي المقدقدين زي ما بقولوا خور خور شبر شبر جبل جبل، عارفينها الجهات الأمنية ذاتها ما قامت بأدوارها كاملة، نقص في الأعداد في المعدات، ما قاصدين ما بتعرف. فبيبقى الحل شنو الباقي للناس؟ الحل الباقي للدولة إنها خلاص طالما أنت ما متوفر عليك الحياة لأنها بشيلوها ناس بيبيعوها، يبقى ترفع الدعم عنها، خلي سعر عالمي خلاص مرتبط بالسعر العالمي موجود كده، ما بتهرب لأنه ما حاشيله بسعر أبيعه في دولة تانية بنفس السعر بتاعه، أنا خسران أكيد أو ما حامش أبيعه. لكن أنت كمواطن سوداني قاعد دار بنزين، أنت بتمشي تشتري البنزين برا بألف جنيه الجيلون ولا بألفين جنيه مرات، وممكن أسي حاليا في الوضع بتاع رفع الدعم ده أنا ما أعرف سعره حيكون كم، 300 جنيه 200 جنيه ما أعرف حيكون سعره كم الجالون. فأنت حتمشي تشتري وقاعد تشتري،
فده ده 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 الموضوع بتاع الدعم. يعني حتى انا شايف الدعم يدعم وين الناس. الدعم ده ما ذكاء يا جماعه. الحكومه السابقه صح والله كانت دعم الوقود وكانت دعم الدقيق، لكن دعماه بصوره خبيثه جدا. انا حكيت لكم قصه المافيا بيلعبوها كيف بتاع الدقيق صح، ولعب الوقود بس نفس الطريقه، هي اموال لافه لكن ده تشوه في الاقتصاد. لما تيجي تدخل معاك المنظمات الماليه الدوليه وتجيك شركات استثماريه في السودان، الشغل ده الوضع ده ما بينفع معاهم. الشيء الثاني، احنا الشعب بلانا، فينا ناس مريضين نفسيا بمرض حب الذات وحب الغنى بسرعه. لما انا اشيل بترول اخواني المدعوم امشي ابيعه في دوله جاره او شقيقه، لما اشيل دقيق اخواني المدعوم امشي ابيعه في دوله جاره ولا صديقه، احسن نرفع الدعم ده منه لكن يكون موجود داخل البلد. الناس تعبي قدر بقروشك اللي عندك كامله بنزينك، بقدر القروشك اللي عندك يشتري عيشك. الخبز بره بيدعم كيف؟ انا داري اجي للنقطه دي. في الخارج الخبز مدعوم. الدول اللي فيها نفس الحركه بتاعت السودان بقى ب 540 كان بكم زمان، بس اكتبوا لي معلش كان بكم، ما بتذكروا. بيدعموا الخبز كيف؟ لحد المطاحن لحد اي مكان بنفس السعر ما مدعوم. ما دي اللعبه اللي قلت لكم ما في ما في دقيق كانوا بيلعبوها في الدعم ده ما مدعوم. لكن الافرام اللي هي بتبيع الخبز المدعوم بيقوموا بسلموها الشوالات حقت العيش دي وبتبيعها، بتبيعها للناس بسعر الدعم، وبيجوا هم بيدفعوا لها الفرق بتاع سعر الدعم ده. عرفتوا الفرق الفوق ده بيجي يدفعوه بالبطاقات للمخابز دي وعلى رقابه. فبالتالي الدقيق ده لو اتشال اتباع قبل ما يتباع للناس في شكل عيش بيكون ما مدعوم، فما بيقدروا يستفيدوا منه لانه نفس سعر الدول المجاوره. لكن هو بعد يخبز ويبيع وفي ناس الرقابه قاعدين عندهم حسابات معينه معاه، حتى او يعني كم عيشه مطلوبه منه في اليوم مقابل الدقيق اللي ده، بيجوا بحاسبوه وبيدوه حق الدعم بتاع الدقيق ده، بيسلموه في يده لانه باع بسعر اقل طبعا. ففي اليات كثيره الناس ممكن تمشي بها موضوع الدعم ده، ما عدا في البترول طبعا صعبه. هسه لو قلت تدي ناس الحافلات من غير ما علو الرقابه بنزين مدعوم او ديزل مدعوم، هو حيكب من هنا حيمشي جنب بيتهم يشفط كله في باغات ويعدل طاقته كده وخد سفته بمزاج ويقعد ويبيع لك بالسوق الاسود يكون نايم. ما في رقابه ما في محاسبه، معناه في فساد وحيستمر الفساد الى ما لا نهايه. اخر حاجه انا عاوز اختم بها دي رساله اول حاجه لشباب السوداني، اسمعوا كلامي سميها شباب، والنقطه دي اللي حتكلم فيها دي لو قدرت تقصطها من الفيديو ده انشرها بيناتكم في جروباتكم. حتكون في حمله شرسة جدا في السوشيال ميديا على الشعب السوداني ككل، على السودان، على حكومة السودان ايا كان، على موضوع التطبيع ده. في طبعا في 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 كل منطقة في العالم في الناس في الصالحين وفي الطالحين، طبعا في ناس حينبذونا وحيسبوا لنا وحيقولوا اسوأ الالفاظ اللي انتوا ما سمعتوا بها قبل كده. رجاء انه نحن نرتقي احنا باخلاقنا وما نرد عليهم، نخليهم هم زي ما بيقولوا القافله تسير والكلاب تعوي والقافله تسير، خلوهم هم يقولوا اللي عاوزينه، ما تردوا ليهم ولا تعبروهم ولا تنزلوا بمستوى اخلاقياتكم لمستوى اخلاقياتهم. احنا عارفين النبذ، شفنا الناس بتنابذوا كيف. الموضوع ده يا جماعه رجاء خاص منكم زحوا بعيد، خلونا احنا نمضي في مسيرتنا، وقتنا اللي بنضيعه في التلاعن والسباب معاهم نضيعه في حاجه مفيده، في شغل، في عمل، في حاجة. إحنا كشعب سوداني إحنا أحفاد منه، أحفاد ترهاقة وأحفاد بعانخي وأحفاد الكنداكات وأحفاد السلطان علي دينار وأحفاد عثمان دقنة وأحفاد الشيخ فرح والتكتوك، أحفاد ناس عظام عرفوا بأفعال وعرفوا بأقوال وبأخلاق وبسمات. ما حنجي نحنا عشان حاجة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. نحن كشعب سوداني اتوضعنا في الموقف ده غصبا عننا، سواء نتيجة الوضع الواقع اللي احنا فيه او نتيجة الضغوطات الخارجية اللي فيها او نتيجة بعض التناحرات الموجودة داخل حكومتنا الموجودة دي، احنا اتخطينا في الموقف ده. فنحن ما بندفع ثمن الموقف ده سوء الخلق بتاعنا. ناس احنا السودانيين شعب مشهور بالاحترام وبالتقدير، ولا نسخن مع واحد ولا نقول لواحد انتوا ما كده ولا إيه. خلوهم براهم لما نسهجوا، هم لما نلقوكم تنفعلوا معاهم هنا يا دوب ما حلت ليهم.
خلوهم يكوركوا وينططوا ويكتبوا الدارينه مردود عليهم هم براهم، فدرجة خاص منكم. ورسالة تانية لهم هم نفسهم، الناس الموجودين في ما يسمى بالعالم العربي، الناس الزعلانين عشان احنا مثلا حتطبع ايا كانت جنسيتهم ايا كانت كده، انا بقول لهم الرسالة دي، احنا كشعب سوداني زينا زي باقي شعوب العالم لنا حق في الحياة ولنا حق في الوجود، وطالما انه تضاربت مصالحنا مع ايديولوجيات كنا مؤمنين بها احنا ذات زمان او انتم مؤمنين بها حاليا، وان ضغطنا وصلنا للمرحلة دي فانتوا اعذرونا، خدتوا لنا العذر. قضية فلسطين احنا طبعنا ما طبعنا حتكون قضية موجودة في دواخلنا كلنا في الوقت اللي حنتحد فيه كلنا ونبني جيوش قوية واقتصاديات قوية ونكون مستعدين كلنا يد واحدة انه نحرر فلسطين في الوقت ذاك، احنا حتى لو مطبعين وعندنا علاقات مع فلسطين حتلقونا اول ناس في الصف معاكم. انتم منسي يا اخواننا العرب اخواننا المسلمين ايا كان اساميهم الموجودين في العالم كلهم، لما تصلوا للمرحلة دي احنا جاهزين، لكن احنا حاليا عاوزين نبدأ نبني وطن نأسس بلد لينا ولأجيالنا القادمة. اتعذبنا كثير كشعب سوداني، الركب بتاع العالم فاتنا كثير، احنا لا ناقصانا موارد لا ناقصانا خبرات لا ناقصنا كده، لكن كنا موضوعين في حته معينه سيئه جدا محاصرين، وما حقول لكم ما لقيناكم، نقول لقيناكم في مواقف كثيره اي حاجه سامحه، بنحبكم جدا كلكم ما عندنا معاكم مشكله، لكن سامحونا انتم شايفين نحن ضعيفين، قرارنا ما في يدنا، شعب ما منتج، محاربين عشان كده ما انتجنا برضو، محاربين ما عندنا تكنولوجيا، تعليمنا منهار، صحتنا منهارة، مواطننا جيعان، مواطننا مشرد في معسكرات لجوء ونازحين، مزقتنا الحروب، لقونا في اضعف حالاتنا فضبحونا وهم مرتاحين، فانتوا اصبروا علينا خلونا نشبح شوية نبني بلد نستقوى نبقى قويين معاكم ونحرر القدس مع بعض ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم أخواني، وربنا يحفظكم ويحفظ الوطن ويحفظ أهلكم، وأي قرار سياسي بيحصل ما يكون هو سبب للفرقة والشتات بيناتنا. أنا أتمنى كل الشباب السوداني يدينا في يدين بعض، نخد أفكار مع بعض، نبدأ نبنى الوطن مع بعض، ما ندي فرصة للناس المندسة الناس اللي بيعلنا زي ما قلنا الحزن والكآبة إنه يسرقوا فرحتنا. فرحتنا حاليا إزالتنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، رد كرامة الإنسان سواء المواطن السوداني، موضوع التطبيع ده ولا تشتغلوا بده موضوع جزئي ولا حيزيد ولا حينقص فينا، لو في فائدة بيدعم على الوطن، لو ما في فائدة خلوه بعيد مننا، والله ولي التوفيق. كان معكم أخوكم كابتن محمد الشريف، أعملوا لايك ومتابعة على الصفحة، لو ربنا قدرنا بنطلع لايفات تاني في الأيام الجاية إن شاء الله. شكرا وبارك الله فيكم. عندنا نقاط بس ما حقدر أقول الوقت داهمنا متأسف، خلاها ليوم تاني إن شاء الله. أديكم العافية.